مرحبا بكم من جديد، مواصلين مع ملفات الحقائق بالنسبة لليلة، وبعد شوية الموعد باش يكون مع ملف تاريخي باش يهزنا التاريخ هالبلاد اللي من سنوات ومن سنوات طويلة تقاسي أحيانا من الناس اللي يوصلوا إلى مراتب متقدمة ولكن بعد ذلك يقوموا بسرقة أموالها من شيرة، وإلا ناس يكونوا من الصالحين من شيرة أخرى. زوز شخصيات تاريخية نحكي لكم عليهم الجمعة هذه في الحقائق الأربع، بن إسماعيل والمنصف باي. تو بعد شوية تشوفوا هذه التفاصيل، لكن توا ماشيين باش نهزكم السوسة، وتحديدا باش نمشيو إلى المدينة العربي في سوسة. المدينة العربي تحديدا في واحدة من البوتيكات نتاعها، نحكي على البوتيك هذه اللي قاعدين تشوفوا فيها، بوتيك اللي باش تصير فيها جريمة فظيعة، جريمة باش تصير في حق صاحبها. نحكيو على سالم، كيما باش نسميوه، ها هو اسم مستعار، عمره 69 سنة، صاحب محل الصناعات التقليدية وأصيل ولاية القيروان، نهار 17 سبتمبر اللي فات باش يتوفى. ستتعدد الروايات في شنو اللي صار السالم، ثم بعد ذلك بشوية بشوية باش تبدأ توضاح الصورة، وكي توضاح الصورة باش نبداو نكتشفوا أنه الثنية الأولى اللي تم البحث فيها في الحقيقة ما هيش هي الثنية الصحيحة، وسيكون اكتشاف الحقيقة في هذه القضية صادم. جريمة المدينة العربي، تحقيق حذامي البجاوي. سوسة، المدينة العربي، تسعة متاع الصباح، باب حانوتو محلول، الضو يشعل ومولاها ما فماش، كليونات يسألوا عليه، تجار يستناو فيه، أصحابه فقدوه بما أنه ما ليه حتى أثر. شكونو السيد هذا؟ وشنو ينجم يكون صار له؟ سالم، 69 سنة، أعزب، أصيل القيروان، لكنه من سنوات طويلة يعيش في المدينة العربي في سوسة، وعنده محل صناعات تقليدية فيها. لحد 17 سبتمبر 2023 8:30 متاع الصباح، حانوت سالم محلولة وهو ما فماش. توقعوا أنه وصل بقضية ولا موجود في الحانوت الفوق بما أنه يعيش ويبات فيها، ما عطاوش للحكاية أهمية حتى للتسعة ونص متاع الصباح، وين اتصل به صاحبه علي اللي كان عنده موعد معاه. غريب، شبيه مسكر هذا، عطاو مشيلوا القهوة وكهو. يلقى تليفونه مسكر، مشالوا للقهوة اللي يقعد فيها كل صباح، لكن الغريب ما لقاهش. والقهواجي علموا أنه سالم ما جاش اليوم للقهوة على غير عاد. ليه عم سالم نشرب القهوة اليوم؟ ليه عم سالم على طول؟ غريبة، مش من عمليه، هاتوا مشيلوا للحانوت. في الوقت هذا قرر علي يمشيلوا للحانوت باش يطمان عليه. أول ما وصل قدام المحل، الغريب يلقى الباب محلول، خل وقعد يعيط له، لكنه لوج عليه في الحانوت الكل، أما سالم ما عنده حتى أثر. يا سالم، سالم. حاول يطلع للطابق الثاني واللي بات فيه بعد الخدمة، لكن الغريب يلقى الباب مسكر. وقتها اتحير على صاحبه وعلم الوحدات الأمنية. ألو الشرطة، رن دقيت الباب ما لقيتوش، راه يجي الباب مسكر. باهي اوكي مري، باهي باهي ويعيشك. قايق من بعد، اول ما خلعوا الباب
يلقاو سالم مرمي في القاعة مفارق الحياة وجثته تحمل آثار عنف. الجثة بعد ما وقع معاينتها لقاو برشا آثار متاع جروح، الجروح كانت متفرقة في أماكن متعدة من البدن، وحتى عضان موجودة على اليد اليمين اليد اليسار، جروح معتها الجثة من الأمام من خلف على الجبين متاعو، جروح كبيرة برشا وآثار متاع عضان، وكذلك آثار حتى متاع خنق على مستوى الرق. شكون ينجم يكون القاتل وعليش؟ صحينا الصباح ربي العمل عليك، بون نسمعوا اللي فما رينا الشرطة العادية واحد بوليسية حالة مش عادية، فهمت؟ بس هنا قلنا شو فهم، قالوا راهو فما شكون توفى لهنا مقتول وقاوه مقتول. وقتها صارت قالوا الصباح بكري العملية. الأبحاث الأمنية انطلقت للكشف على ملابسات الحادثة هذه وحقيقة اللي صار لسالم في المدينة العربي. حتى واحد من جيرانه ما شاف حاجة غريبة نهار الحادثة. جملة. والله نسخالوا واحد هكا باساجي يقول بالك تعاد على غفله طمعش فيه القش محلول بويسك اللي هو راه يبات في الحانوت خاطر هو ما عنده لا الاهل مالي هو قبل بون كان في التوريزم وكل كان تو صافي معناتها مده طويله يسكن غادي منه يخدم فيه المحل ومنه يسكن فيه. جينا الصباح حلينا حانوتنا كالعاده بكري نخدم رواحنا، لكن كسمعنا بالروح تحت الراجل مات ولينا واحد ولي يحتات حتى بكري يروح بكري شويه ويحل المخر شويه اسبوار شكون قتل. برجوع الكاميرات المراقبه باش تظهر معطيات جديده. واحد من البياع اللي يخدموا بجنب محل سالم سليم 25 سنه. نهار الحادثه وقبل اكتشاف الجثه مع 58 دقيقه كان قاعد مقابل حانوت الضحيه ويخزر باتجاهها. دقائق قليلة وقام مشى قدام بابها، ثواني قليلة ورجع قعد. شنو حكاية السيد هذا؟ في شنو قاعد يشوف؟ وعليش قام من بلاستو وتوجه لمحل الضحية؟ مباشرة بعد الاطلاع على كاميرا المراقبة باش يتم البحث مع سليم واستنطاق، مش هذا برك، أما باش تتوجه له أصابع الاتهام، والشكوك الكل باش تكون حوله، والسبب تصرفاته اللي اعتبرتها الوحدات الأمنية مريبة. باش يتم الاحتفاظ بسليم وباش تتوجه له تهمة القتل العام. أول شخص هو اللي شكت فيه الوحدة الأمنية اللي هو ينجم يكون هو ارتكب العملية الجريمة هذه متاع القتل، حتى يعني التهمة اللي توجهت له هي القتل العمد مش حتى المشارك، يعني القتل العمد مباشرة يقع توجيه التهمة هذه على المنوب. لكن بإصراره على الإنكار ومع غياب أدلة أخرى ضده، الوحدات الأمنية باش تنظر في فرضية أخرى، وخاصة شكون كان بحظة سالم لحظات قبل الحادث. بمزيد الأبحاث ومعاينة كاميرات المراقبة باش يتبين للوحدات الأمنية أنه باب حانوت الضحية تحل من داخل وعاود تسكر مع 8:45 دقيقة. 3 دقائق من بعد الباب عاود تحل، ومع 8:50 دقيقة قام سليم وتوجه للباب هذا، من بعد رجع شد بلاستو. لكن الغريب أنه بعدها بثواني قليلة خرجت امرأة. المرأة هذه نفسها رصدتها كاميرات المراقبة داخلة مع 6:30 متاع الصباح الحانوت الضحية. شكوني السيدة هذه وشنو علاقة سليم بها؟ الروايات والفرضيات باش تتعدد في القضية هذه، بين اللي يقول أنه سليم هو القاتل، وبين اللي يشك أنه المرأة اللي رصدتها كاميرا المراقبة مشاركة في جريمة القتل هي وسليم، وبين اللي رجح أنه فما لغز في القضية هذه والحكاية وراها غموض وحلقة ناقصة، وأنه قا حتى معناتها اعتباره أنه هو صديق للمرأة هذه وأنه هو صاحبها، وهذا الحقيقة وقع تداوله بصفة كبيرة برش، حتى أثر حتى على العائلة بطريقة معناتها مباشرة وبطريقة كبيرة برش.
المنوب اللي كان طوال المدة يعني كان موقوفها وكان ينكر، كان يقول ما عندي حتى علاقة بالموضوع وراني ما عندي حتى ضلع وإني يكون اقترفت لا قدر الله جريمة كيف هذه وجريمة قتل نحكيه، خاصة أنه علاقته بالهالي كانت علاقة باهية برشا. إيه صاحبته بالكل، لا 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 مش صاحب، لا صاحبته لا عنده معاه حتى، يو غادي كان يكلم حتى حد. مرأة لابسة جلباب وفولارة، مراية شمس على عينيها وملامحها مش واضحة. المرأة اللي رصدتها كاميراويت المراقبة عمرها حسب التقريب بين 25 و 35 سنة، لكن رغم أنه رصدتها كاميراويت المراقبة إلا أنه ملامحها ما كانتش واضحة وما كانش من الممكن التعرف عليها. الوحيد يمكن اللي نجم يتعرف عليها هو سليم، ما أنه صار حوار بيناتهم. عسلامة بلي أخويا، قديش الساك هذا؟ والله ما نعرف، أنا أخذ في حانوتها فيها ما يقول لي بيع فيها بمية دينار الواحد. لحظة بركة نشوفوها. يا عم سلام، يا عم سلام. سليم يقول أنه شاف المرأة هذه خارجة من الحانوت تتفرج على السيكان. سألته على سوم فليجة جاوبها وحاول يعايط لسالم لكنه ما جاوبوش. من بعد علمته أنها باش تعمل دورة وترجع كيف يجي مولا المحل. دخلت للحانوت اللي بجنبه، عملت دورة وخرجت. لهي مرتبكة ولا ظهرت عليها تصرفات غريبة. سليم يأكد زادة أنه ما عنده حتى علاقة بالمرأة هذه ولا عمره شافها قبل نهار الحادثة. هذا من البجاوي، وكان ضروري بالتالي أنه نوصلوا لها هالمرأة هذه. بتبيع حمزة هذيك علاش الوحدات الأمنية باش يتمكنوا إنهم يوصلوا للمرأة اللي رصدتها كاميرا المراقبة، خذوا هاتف الضحية، خذوا منه أرقام الواردة والصادرة من هاتف الضحية، لقاو خلينا نقولوا عشرات الأرقام، منها أرقام رجال وأرقام نساء، وبما أنه اللي موجودة في كاميرا المراقبة هي امرأة، دونك اللي يهموهم هما نساء. هذيك علاش خذوا تصاور النساء اللي لقوا أرقامهم على هاتف الضحية، منهم اللي تم استدعائهم وعرضهم بمكافحات مع المتهم سليم، ومنهم اللي اكتفوا ببعض الصور إلى أن المتهم إلقاء التصويرة متاع نفس المرأة اللي حكيت مع سليم قدام المحل متاع الضحية نهارة الحادثة. هذه السيدة اللي باش تنطلق إذن الأبحاث عليها تحديدا إلى أن يتم إيقافها. مريم 23 سنة، متزوجة، أم لرضيعة عمرها عام ونص. مكنت الوحدات الأمنية أنها تكشف هويتها وتوصلت الرجلها. تفضل خويا. مريم هنا. أنا رجلها، تفضل. شرطة معاه. والله من نهار اثنين وأنا مفركس عليها مريم ما لقيتهاش. مشيت للمركز، مشيت للسبيطارات ما لقيتهاش. ثم حاجة جديدة؟ زوج مريم باش يأكد أنه زوجته مختفية ومبلغ على اختفائها من نهار 18 سبتمبر. بعد ما اتصلت به وعلمته أنها تعاني من وجيعة كبيرة في رأسها وموجودة في واحدة من المصحات، بل ما تعاود تكلمه نهار من بعد وتقوله أنها باش تحرق. بالنسبة للوحدات الأمنية الصورة بدأت توضح. مريم ما تنجم تكون تفكر في الحرقة إلا لأنها هاربة من حاجة وخايفة منها، وانطلقت الأبحاث عليها. بعد 8 أيام من وقوع الحادثة تم إلقاء القبض على مريم قريب من مركز الحرس الوطني، واللي باش تعترف بتفاصيل اللي صار. تقول مريم أنه شهر التالي كانت متعدية من قدام حانوت سالم تعمل في دورة، عجبتها لبسة. سالم باب، قديش هذايا؟ هذيك 60 دينار. تساعدني فيها، أنا راني زوالية وهي عجبتني. قداش فوقك فلوس؟ أنا راهو عندي 30 دينار، إذكم هما اللي فوقي. 30 دينار شوية، كيف أنت زوالية تحبش تدبر خدامة. وافقت مريم، وبما أنها عندها خدمة قارة في دار مرأة من 8:30 متاع الصباح حتى للساعتين، اقترحت أنها تجي بعد ما تكمل خدمتها، لكنه طلب منها باش تجيه 6 متاع الصباح. خدمة عنده في النهار اللي اتفقوا عليه.
سالم سخف على مريم ووعدها أنه ينجم يسلفها فلوس باش تعاون بيهم روحها، ووراها برشا فلوس كان مخبيهم. كملت الخدمة نهارتها، ومن وقتها وين ما تمشي للبلاد العربي وتتعدى من قدام حانوته تدخل تسألوا إذا محتاج تعاونه في تنظيف المحل، لكن كان يقولها أنه باش يكلمها إذا استحقها. كلمة عم سالم سلبك، هل نجي نعاونك في الحانوت في حاجة؟ الوقت الحاضر لا، توقت نستحق لك نعيط لك. باهي ربي يبارك، صباح الخير. صباح الخير. حتى لنهار قبل الحادثة وين تعديت وطلب منها باش تجي تنظف الحانوت نهار لحد. سلام، حقني نعاونك في حاجة؟ شابك رب، استحق لك غدوة باش تنظف لي الحانوت، أما تجيلي الستة تاع الصباح. اللهم بارك، غدوة الستة تقني موجودة بحول الله. نهارك زين. لحد 17 سبتمبر الستة ونص متاع الصباح وصلت مريم للمدينة العربية، لقات باب الحانوت محلول، دخلت أعرضها سالم يستنى فيها وسكر الباب. بدأت تعبي في الماء، لكن تفاجأت بسالم وراها يتحرش بها حسب كلامها. عم سالم خليني نحترمك، زينوطة ونزدبشي ونروح. بدأت مريم تنظف الحانوت، كل مرة يطلب منها سالم تنظف بلاصة، وهو مواصل في التحرش متاعه، الشيء اللي باش يخليها تواجهه وتبدأ في الضرب متاعه. وبما أنه متقدم في السن وبنيته الجسدية ضعيفة اتمكنت أنها تغلب. قعدوا يتعاركوا لين طاحوا الزوز في القاع. تقول مريم أنه سالم في الوقت هذا القاب جنبه كابل ضوء هزوا وحاول يربط لها به يديها، لكنها فكته له وخنقته به لين فقد الوعي. خافت وما عرفتش اش تعمل، جابت ماء وقعدت تغسل له في وجهه، حاولت تسعفه، عملت له تنفس اصطناعي، لكن سالم ما فاقش. في الوقت هذا خممت انها تهرب، لكنها ذكرت الفلوس اللي سبق قراتهم، رجعت للقجر وهزت منهم مبلغ ما حسبتوش وخرجت. هي خارجة لسوء حظها كانوا فما ناس متعدين قدام الحانوت، هذاك علاش رجعت وسكرت الباب. ثلاثة دقائق من بعد عاودت خرجت وتفاجأت بسليم قاعد قدام الحانوت، فعملت روحها تسأل فيه على فليجة وعلمته أنها باش تعمل دورة وترجع. هذه مسيلش خلي عليك، تو نوصل نعمل دورة وتو نرجع. روحت للدار، قعدت مع رجلها وبنتها. عرفتي عطتني فلوس، مش على الأقل نقدوا بها الدار ونعانوا بها رواحنا. لكن في الليل اتعكرت حالتها وهزها رجلها للسبيطار. الصباح قالت الرجلها أنها ماشية تخدم، لكن من وقتها ما روحتش. مريم هزت الفلوس ومشيت للمهدية بعد ما وعدها واحد من معارفها باش يحرقها، لكنه تحايل عليها ونحالها فلوسها، حتى لين تم إلقاء القبض عليها وهي في طريقها باش تسلم روحها. وسليم في هذا الكل ابقى موقوف شهر، حتى لين مريم أكدت أنها ما تعرفوش والشرطة تأكدت أنه روايته صحيحة. وقتها تم الإفراج عليه. الناس كل تصدمت، خاطر نعرفوه الوليد، نعرفوه أنا واحد من الناس 20 سنة ونعرفوه 15، أنا صغير جاي يخدم، كان يخدم بحذانا، وليد يسلي ومتربي، وليد ما شاء الله عليه. كان جاي مصباح ما نحكيش معاه، ما نقعدش معاه، ما نش فرد عمره والعاش، صح؟ ونحبه برشا بالمناسبة هذه، فهمني؟ إنسان طيب وصدقني مرثت عليه، عليه خاطر إنسان طيب، معناتها راجل يخدم على روحه ولا هنا كذا، جاته مشكلة كيك ملحيت. حقائق الأربع التقى سليم اللي حياته تبدلت
بسبب هالتهمة. سليم اللي ذكر مليح اللي صار في يوم من الأيام، وخاصة في اليوم هذاك، كنت عاد تاني معناها الكرسي بتاعي كما الأيام الكل العادية اللي يعني قاعدة الراعي غاديك وميت كوبون قلوا نقص في دوافري، إلا ما راني نشوف في طفلة قاعدة تدور في الحانوت. لكن في الوقت ذاك ما جاش البالي اللي هي تكون عاملة عملية كما العملية اللي قاعدين نحكيوا عليها تول تول. الحمد لله اللي ربي ما تجعل لي ذكرى بايا باش نتذكر اللي فما دي كاميرا دي كاميرا دو سيرفايونس اللي هما مقابلين معناتها المحل اللي صارت فيه الجريمة، وما نتصورش كانوا باش يفيقوا بهم إلا ما أنا وصلت قلت للأمن قلت له راهو فما كاميرا لهنا، وقعدت ندور فيهم حتى على اطراف العمر الكل وين موجودين لي كاميرا دو سيرفايونس. عمري لي ريتها انا الطفله بالنسبه لي اللي يعني يعني نخدم معناها الناس الكل تجيني والناس الكل معناتها عندي دي كومونيكاسيون مع العباد الكل معناتها من اللي يعني صغير بامور طيبه، حتى كي تسالني مراه كبيره ولا حاجه نجاوبها كسبونتانيه لاكثر لاقل الدلال للخير معناها سبحانه وتعالى، وعنا ربي جعلنا في الدنيا هذه معناتها باش نعاونوا الغير. هذاك علاش يعني الحاجه مشات فيها من الصغر، حتى كي سالتني الطفله نهارتها جاوبتها كانسان عاديه لاكثر لاقل. صحيح يعني تعبت برشا وحتى امور ثانيا وصل للواحد معناها طاح له ماكسيموم، والحمد لله اللي ربي عاود رجع فينا القوه باش نعاودوا نرفعوا للسقينه ونعاودوا حياتنا من الاول وجديد. روايه مريم على اساس انها كانت تدافع على روحها كانت تنجم تكون معقوله، لكن بما انها سرقت الفلوس من حانوت سالم فانه الروايه الاقرب انه الجريمه تعملت من اجل الفلوس اللي خذيتهم وهربت بهم. هذا اللي صار إذن في هذه القضية المثيرة في المدينة العربي متاع سوسة بين رواية أولى ورواية جديدة. احنا باش نمشيو ناخذوا فاصل وراجعين مع بقية ملفات الحقائق لليلة. في الحقائق الأربع بعد الفاصل، بزنس الجنس، مراهم، حبوب، زرارق يتباعوا للتوانسة تحت اسم تكبير الأعضاء التناسلية، والنتيجة كارثية للضحايا. جاية في الليل حرورة وكل نهار عذاب في الليل، بالأخص من 10 متاع الليل لـ3 متاع الصباح ما نرقدش، ديما معتها دمعتي على خدي ضريت ومتألم وبينه بيروح وما يعلم بيا كربي، وحاجة ما نجمتش نلقى لها حتى حل. بين اللي حبوه التوانسة واللي كرهوه، حقائق زوز شخصيات بقات في ذاكرة التوانسة، الحبيب المنصف باي واللص مصطفى بن إسماعيل. لم يكن وزيرا ناجحا ولا نعرف له، لم يترك لنا أي قرار مهم وأي نص قانوني مهم، كأنه مكلف بمهمة أنه يكمل انهيار الشأن التونسي والدولة التونسية ويفتح الباب على مصراعيه لدخول القوات الفرنسية إلى تونس.